نروح لمباراه اخرى وزي النهارده بتحديد يوم 4 اغسطس 1985 الاهلي يفوز على الزمالك بنتيجه 3-2 في ربع نهائي كاس مصر. دي لقطات من هذه المباراه، والاهلي كان قرر مواجهه الزمالك بدون لاعبي الفريق الاول بعد قرار التاريخي من مجلس الاداره بقياده الراحل العظيم طبعا كابتن صالح سليم بايقاف 16 لاعب في النادي الاهلي، 16 لاعب ايه اساسيين، 16 لاعب احسن من بعض في هذا التوقيت يعني، وكان قرار مهم جدا مجلس اداره النادي الاهلي في التوقيت ده. النادي الاهلي دخل المباراه حامل لقب اخر نسختين بقياده الجنرال الراحل محمود الجهري بفريق مكون من اشبال الاهلي تحت 18 و21 سنه. يعني الاهلي كان او الاداره والكابتن صالح سليم كانوا خدوا قرار باستبعاد اللاعبين اللي ممكن يكونوا تمردوا بشكل او باخر، لكن النادي الاهلي دايما بيحافظ على قيمه ومبادئه شيء مفروغ منه. وتم تصعيد عدد من اللاعبين تحت سن 18 سنه و21 سنه كان بيقودهم طبعا الحارس الشاب في التوقيت ده الكابتن احمد شوبير، وكان امامه في خط الدفاع كل من احمد جمال وعلاء عبد الصادق وضياء عبد الصمد ومحمد سعد، وفي خط الوسط كان مكون من محمد بدر او من عفوا من بدر رجب وحماده مرزوق ومحمد عبد العزيز والكابتن محمد السيد، بينما خط الهجوم كان مكون من حسام حسن ناشئ كان ساعتها وشمس حامد، ونزل في الشوط الثاني عاطف الالباني بدل من محمد عبد العزيز وطارق خليل بدل من حماده مرزوق. فريق نادي الزمالك بقى في التوقيت ده كان معاه مين؟ كان بيضم مين من اللعيبه؟ ناصر عبد اللطيف لحراسه المرمى، امامه كل من الكابتن محمد صلاح، هشام يكن، سعيد الجدي، بدر حامد، في خط الوسط كان كل من الكابتن فاروق جعفر كان نجم الفريق في التوقيت ده، اشرف قاسم، ايمن يونس، وخط الهجوم كان مكون من احمد عبد الحليم والغاني كوارشي وطارق يحيى، وفي الشوط الثاني نزل كل من محمد حلمي واحمد عبد الحليم ومجدي الشلبي بدلا من طارق يحيى، نزل محمد حلمي مكان احمد عبد الحليم ومجدي الشلبي بدلا من طارق يحيى. المباراه بعد 3 دقائق تقدم اشبال للنادي الاهلي بهدف عن طريق حماده مرزوق، وجي رد الزمالك سريعا عن طريق فاروق جعفر في الدقيقه الرابعه لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، وعاود الاهلي تقدمه في الدقيقه 56 عن طريق محمد السيد، وتعادل ايمانويل كوارشي في الدقيقه 65 لنادي الزمالك لينتهي الوقت الاصلي لتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما. في الوقت الاضافي حسم البديل طارق خليل بطاقه التاهل للاهلي في الدقيقه 5 من الشوط الثالث، مفجرا واحده من كبرى المفاجات في كاس مصر، وهي مفاجاه في الحقيقه تاريخيه لن تنسى في تاريخ الكره المصريه.